صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة تلقت بلاغين من إدارة الصحة العامة حول ضبط مقهى ومطعم لمخالفتهما الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حيث تم رصد عدد كبير من الزبائن في المطعم يفوق ثلاثين شخصا وأكثر من ستة زبائن على طاولة واحدة كما تم ضبط قيام المقهى بتقديم الشيشة باستخدام الخراطيم متعددة الاستخدام وبناء عليه تم تحرير محاضر بالمخالفات واغلاق المقهى والمطعم اداريا واحاله البلاغين للنيابه العامه فورا وبشرت النيابه اجراءاتها فور ورود البلاغين وقررت عرض القضيتين على قاضي المحكمه الصغرى الجنائيه المختص بنظر مخالفات الاجراءات الاحترازيه